بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الجلسة تطلع اسماء السادة الأعضاء ثم اسماء السادة الأعضاء المتدينين عدم حضور جلسة اليوم. أحمد حاجي لاري حاضر. دكتور أحمد عبد الوهاب العوضي حاضر. أحمد فهد الصباح حاضر. أحمد نواف الصباح حاضر. أسامة زيد الزيد حاضر. أسامة عيسى الشاهين حاضر. دكتورة أماني سليمان بوغماز حاضرة. دكتور بدر حامد الملا حاضر. بدر سيار الشمري حاضر. بدر نشمي العنزي. غير موجود. دكتور جاسم محمد الأستاذ. غير موجود. جراح خالد الفوزان حاضر. دكتورة جنان محسن رمضان حاضرة. دكتور حسن عبد الله جوهر حاضر. حمد عادل العبيد حاضر. حمد عبد الرحمن العليان حاضر. حمد محمد المدلج حاضر. دكتور حمد محمد المطر حاضر. حمدان سالم العازمي حاضر. خالد محمد المونس حاضر. داود سليمان معرفي حاضر. سالم عبد الله الصباح حاضر. دكتور سعد حمد البراك حاضر. سعد علي الرشيدي حاضر. سعود عبد العزيز العصفور. حاضر. شعيب شباب المويزري. غير موجود. شعيب علي شعبان حاضر. طلال خالد الصباح حاضر. دكتور عادل جاسم الدمخي حاضر. عبد الرحمن بداح مطيري حاضر. دكتور عبد العزيز طارق الصقعبي. غير موجود. شعيب شباب المويزري حاضر. دكتور عبد الكريم عبد الله الكندري حاضر. عبد الله تركي الأنبعي حاضر. عبد الله جاسم المضف حاضر. عبد الله فهد العنزي حاضر. دكتور عبد الهادي ناصر العجمي حاضر. عيسى أحمد الكندري. حاضر. عبد الوهاب عارف العيسى حاضر. دكتور عبد العزيز الصقعبي حاضر. فارس سعد العتيبي حاضر. فالح عبد الله رقبه حاضر. فراس سعود الصباح حاضر. دكتور فايز غنام الجمهور حاضر. دكتور فلاح ضاحي الهاجري حاضر. فهد عبد العزيز المسعود حاضر. فهد علي الشعلة حاضر. فهد فلاح بن جامع حاضر. ماجد مساعد مطيري. غير موجود. دكتور مبارك حمود طشة حاضر. مبارك هيف الحجرف حاضر. متعب عايد العنزي حاضر. دكتور محمد حسين المهان حاضر. محمد عثمان العيبان حاضر. محمد عوض رقيب غير موجود. دكتور محمد هادي الحويلة حاضر. محمد هايف مطيري غير موجود. مرزوق علي الغانم حاضر. مرزوق فالح الحبيني حاضر. مهلهل خالد المضف حاضر. مهند طلال الساير حاضر. هاني حسين شمس حاضر. محمد هايف المطيري حاضر. محمد براك المطير. غير موجود. دكتور جاسم محمد الأستاذ حاضر. أحمد عبد العزيز السعدون حاضر. أسماء السادة الأعضاء والوزراء المعتذرين عن عدم حضور جلسة يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023. خالد مرزوق الطمار. البند التالي. البند الأول جلسة أعمال الجلسة العلنية الخاصة ليوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023. أولاً التقرير الثاني التكميلي للتقرير الأول للجنة المشتركة
من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 27/7/2023. سبق المجلس أن وافق على تقرير رقم 1 للجنة المشتركة وأقر في مداولة الأولى، ثم أحيلت التعديلات اللي قدمت اللجنة المشتركة، فالأخوان في اللجنة الأخ رئيس اللجنة رجعان رئيس اللجنة المشتركة، الأخ رئيس اللجنة أو رئيس مغرر اللجنة، تفضل. الأخ مغرر اللجنة الله كريت اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ رئيس، استلمنا في اللجنة المشتركة تقريباً 25 تعديل بطلبات من الأخوة النواب. تناولت هذه التعديلات أغلب نصوص المشروع بقانون، أبرزها تعديل المادة 2 المتعلقة من حيث تشكيل المفوضية وتفرق أعضاها للعمل بها وعدم قصر تشكيل المفوضية على العنصر القضائي، وإضافة وتعديل بعض الاختصاصات المنوطة بالمفوضية في المادة 3، وعدم جواز نقل القيد الانتخابي من دائرة لأخرى إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ القيد. كذلك تضمنت التعديلات تعديل الفقرة الأولى من المادة 16، وذلك لتخفيض سن الناخب إلى سن 18 سنة، وإلى تعديل الفقرة الثانية من ذات المادة، وذلك من خلال الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة في ممارسة حق الانتخاب. وتباينت التعديلات فيما يخص المادة 17 المتعلقة بالحرمان من حق الانتخاب، حيث أضاف بعضها الصحابة وأمهات المؤمنين لمن يحكم بجريمة المساس بهم، بينما أشارت بعض التعديلات إلى عدم سريان الأثر الرجعي لجرائم المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية، واكتفت بعض من هذه التعديلات على رد الاعتبار لمن يحكم بالمساس بالذات الأميرية دون الذات الإلهية والأنبياء. وحدد أحد التعديلات الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على سبيل الحصر، وتضمن أحد التعديلات على المادة 18 على منح العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة الحق في ممارسة حق الانتخاب. وفيما يتعلق بالمادة 20، حدد أحد التعديلات مدة العضوية بأن لا تتجاوز 8 سنوات متصلة وتكون منفصلة، ورفع أحد التعديلات مبلغ الترشيح من 50 دينار إلى 500 دينار،
واستثنت بعض التعديلات على المادة 27 لوحات الطرق المرخصة والواردة بعقود المزايدات الإعلانية المطروحة من قبل بلدية الكويت من الوقف من الأعمال الانتخابية قبل الموعد المحدد للانتخابات ب24 ساعة، وألغت بعض التعديلات عقوبة الحبس الوارد في المادة 52، واكتفت بالغرامة، ونص أحد التعديلات على سريان قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد على رئيس وأعضاء المفوضية وغيرها من التعديلات. إخواني، بس قبل لا أدخل على عرض اللجنة وعمل اللجنة، حنا تلقينا يعني هذه الطلبات من الأخوة النواب، وهي كلها طلبات مقدرة ولها وجاهتها ولها أسبابها، وكانت صراحة يعني كثيرة جدا، ومن المستحيل أن تنتهي منها اللجنة المشتركة في هذا الوقت الوجيز جدا والقصير. لذلك رأت اللجنة بأن تأخذ بعض الملاحظات الجوهرية اللي من الممكن يعني تضيف لهذا القانون، والإبقاء على باقي الملاحظات للأخوة النواب ليس إهمالاً بهذه الملاحظات وأنها غير مهمة، ولكن لأنها تحتاج المزيد من المناقشة والمزيد من الاجتماعات مع الجانب الحكومي. لذلك في هذا الوقت القصير جداً من المستحيل أن نأخذ بكل الملاحظات اللي تقدموا فيها الأخوة السادة النواب. رأت اللجنة بأن اليوم يجب أن نخطو خطوة إلى الأمام بإقرار هذا القانون بالتعديلات اللي يعني قدرنا الله أن نحطها في هذا القانون. لذلك أنا ألتمس العذر من أخواني النواب بالنسبة للملاحظات اللي أبدوها، وهي مقدرة ولها وجاهتها، لكن بإمكانهم إن شاء الله بعد إقرار هذا القانون تقديم هذه التعديلات، سواء بالإضافة أو التعديل على القانون أو حتى إلغاء بعض المواد اللي فيه. فالمجال مفتوح ويسع لتعديل مستقبلي إن شاء الله. الأخ الرئيس، بس أنا بتلو عليكم عرض اللجنة. علي هذه ولا هذه؟ عرض عمل اللجنة بعد البحث ودراسة التعديلات المقدمة على مشروع القانون بعد إقراره في المداولة الأولى، رأت اللجنة الأخذ ببعض التعديلات بعد تعديل الصياغة، وذلك وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة كما هو مبين في الجدول المقارن. وقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المشار إليه، وأهمها 1 التعديل على تشكيل المفوضية، حيث تم تخفيض عدد أعضاء المفوضية إلى 5 أعضاء، بالإضافة إلى تعديل آلية تعيينهم، حيث تتم بموجب مرسوم ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2 منح رئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية، بالإضافة لممارسة الصلاحيات المقررة بديوان الخدمة المدنية من حيث تنظيم أعمالها وشؤون موظفيها. 3 وضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيان الانتخابي وإصدار التصاريح اللازمة لذلك. 4 إضافة شروط جديدة للناخب من حيث الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، بحيث يسري هذا التعديل على الرجل والمرأة. 5 منح المفوضية الحق بالاستعانة بالخبراء المحاسبين من الإدارة العامة للخبراء أثناء عملية الفرز، وذلك لمزيد من الدقة في عمليات الجمع. 6 تجريم من يقوم بتنظيم استطلاعات الرأي الانتخابي واستبيانات الرأي العام دون الحصول على تصريح. 7 منح المفوضية الحق بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يصدر بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، وذلك للتأكيد على استقلالية المفوضية. 8 منح أعضاء المفوضية حصانة مؤقتة ضد اتخاذ أي إجراء جزائي
كالقبض والتفتيش والحبس دون الحصول على إذن من المفوضية، وذلك منذ إعلان الدعوة للانتخابات إلى حين إعلان النتائج التفصيلية باستثناء حالة الجرم المشهود، وهذه حصانة مؤقتة تهدف لحماية أعضاء المفوضية حتى يقوموا بأعمالهم خلال فترة الانتخابات، ودرءاً للشكاوى القيدية التي تهدف إلى تعطيل أعمال المفوضية. رأي اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها 7-1 على بعض التعديلات المقدمة كما هو مبين في الجدول المقارن. عليه خلاص زين. شنو هذه الفقرة اللي ما كانت موجودة كانت موجودة بال اخواني، احب ان انوه بان في المذكرة الإيضاحية في المداولة الاولى كانت في جملة موجودة في المذكرة، لكن يعني الظاهر انها ما انحطت سهوا، لان عندنا المكتب الفني امس ما طلع والله الا الساعه تقريبا 11 بالليل، فتجاوز هذا السطر، ومن الضروري ان اذكره لاهميته. هو تكلم عن نظم الباب الرابع والخامس من المشروع في الماده 16 الى 27 الاحكام الخاصه بالناخب والمرشح، وبين شروط كل منهما واتساقا مع المبدا القائل بانه لا توجد عقوبه مؤبده، فقد حرص المشرع على تقرير الحق في رد الاعتبار في الحالات الواردة في المادة 17 من المشروع. ومن الجدير بالذكر بأنه أي أحكام سبق وأن صدرت في خصوص الحرمان من حق الانتخاب في ظل النص السابق لا يعد لها حجية في ظل القانون الجديد. أكرر مرة أخرى، الجزئية اللي انشالت ما كانت موجودة في المذكرة الإيضاحية في اللي وزعت عليكم، هذه الجملة يعني بالضبط. ومن الجدير بالذكر بأنه أي أحكام سبق وأن صدرت في خصوص الحرمان من حق الانتخاب في ظل النص السابق لا يعد لها حجية في ظل القانون الجديد. مرة ثالثة، ومن الجدير بالذكر بأن أي أحكام سبق وأن صدرت في خصوص الحرمان من حق الانتخاب في ظل النص السابق لا يعد لها حجية في ظل القانون الجديد. فاقتضى التنويه على هذه الفقرة. في السطر أو في جزء من المذكرة الإضاحية تقول الإخوان ما كان وارد في التقرير، تقول الإخوان فأرجو ثلاثة مرة أخرى حتى يثبت. مذكرة إضاحية فقط. جيت له مرة أخرى بس عشان يكون واضح. خلاص كافي. موافقة؟ موافقة. لازم ناخذ موافقات. موافقة من عبد العزيز عشان الذكرين. انتهي. الأخ رئيس اللجنة انتهيت من التقديم. احنا نبدا الان بالتعديل، رجاء البدايه في التعديلات كما قدمت بدءا من اول ماده، اللي المناقشه ستكون على المواد اللي قدمت بشانها تعديلات، وبالتالي تتلى المواد كما قدمت التعديلات اللي قدمت على المواد ماده ثم اللي قدم التعديل يمكن يعلق عليه. التعديلات اللي ما كانت اللي يوافق المنشاه تثبيت التغريف المضبطه دون تلاعب اتفاق بالتوزيع موافق. زين الحين هذول المواد اللي ما عليهم خلاف ماده بس ماده 17 اصلا فيها تعديلات. لا لا لا، ما يتلى حاليا هي بالترتيب المواد اللي قدمت عليها تعديل، المواد اللي ما قدمت لا تتلى وكما اغرت في المداوله الاولى. نظام. شكرا الاخ الرئيس، بس توضيح اذا تكرم، اللي لا يتلى عليها تعديل
ليس كما جاءت بالمداولة الأولى، كما جاءت في ما انتهت إليه اللجنة في التغرير. أنا تكلمت عن المواد التي لم يقدم عليها تعديل تبقى كما هي. المواد اللي قدمت عليها تعديلات ستتلى المادة كما انتهت إليه، ثم اللي في أيضا من قدم تعديل عليها يمكن يقول رأيه. اللي قدمت في اللجنة، اللي قدمت في اللجنة أيضا، ولا بس اللي قدمت في الجلسة؟ تفضل. شكرا. المواد التي قدمت عليها تعديلات إلى اللجنة كما أعلننا في الجلسة السابقة، ورأي اللجنة، ثم إذا كان في أحد قدم تعديل وله رأي يقول خلال فترة تحدي حد المجلس، ثم التصويت على التعديلات. احنا سنة راح نناقش. اتلو المواد كما جاءت من اللجنة. اللي عليها تعديل حتى ناخذ رأي المجلس. يتلى التعديل ورأي لجنة التعديل، نصوت بعدين ناخذ رأي الأخوان في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النص أول نص تم التعديل عليه هو الباب الأول، التعريفات، مادة واحد، تم إضافة تعريف جديد وهو التعريف الخاص في الرئيس. راح أتلو التعديل فقط. الرئيس، رئيس المفوضية العامة للانتخابات، فقط هذه الإضافة. تعريف الرئيس، رأي اللجنة موافقة. موافقة بالتعديل، موافقة على اللجنة. اللي وافق المجلس على التعديل موافقة. وجان يتلى رقم المادة، يتلى رقم المادة بس. بس خلنا واحد ديباجة أول شيء. رقم المادة. في تعديل على الديباجة. التالي نعم. تعديل على الديباجة. والنص هذا كما انتهت إليه اللجنة. وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، فاصلة. وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، فاصلة. وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية والقوانين المعدلة له، فاصلة. هذا التعديل في الديباجة، إضافة الثلاث قوانين في الديباجة. أخ رئيس لجنة الشؤون التشريعية، هي تعديلات مقترحة على الديباجة، فاللي يوافق المجلس عليها موافقة. التعديل اللي تليناه قبل الديباجة أخ الرئيس، اللي هو إضافة التعديلات على المواد بتسلسلها، رجاء تعديلات
ورأي اللجنة تم التعديل على الباب الأول التعريفات مادة واحد، إضافة الرئيس، رئيس المفوضية العامة للانتخابات، هذا تعريف تم إضافته في هذا الباب. اللي وافق المجلس التعديل رئيس المفوضية موافق. وين هذه؟ التعديل الثاني بموافقة اللجنة، تابع مادة واحد، لجان الانتخاب، اللجنة الرئيسية والأصلية والفرعية التي تتكون من أعضاء السلطة القضائية وغيرهم، مراكز الاقتراع، الأماكن المخصصة لإدلاء الناخبين بأصواتهم والتي تقوم المفوضية العامة للانتخابات بتحديدها. نقطة، انتهت. بس تعديل، أضفنا المفوضية العامة كلمة واحدة، أضفنا العامة. اللي وافق المجلس التعديل كما ترى الأخ رئيس اللجنة موافق. التعديل الثالث، الباب الثاني، المفوضية العامة للانتخابات، مادة 2، تنشأ المفوضية العامة للانتخابات فاصلة، وتتولى الإشراف على الانتخابات فاصلة، وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات فاصلة، وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير رئيسها. نقطة، وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من 5 قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف فاصلة، أو يعادلها من أعضاء النيابة العامة فاصلة برئاسة أقدمهم فاصلة، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. نقطة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية فاصلة ومكافآت أعضائها. نقطة، ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر فاصلة، وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية فاصلة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والإدارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها. نقطة، ولرئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية فاصلة، وللمفوضية ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها. نقطة، وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل. نقطة، انتهى التعديل بموافقة اللجنة. تعديل؟ نتكلم عن التعديلات. في تعديل مقدمته؟ أحد مقدم التعديل؟ اللي مقدم التعديل؟ هذا تعديل من اللجنة؟ هذا تعديل اللجنة، تم الموافقة عليه. اللي وافق المجلس على التعديل؟ في عدم موافقة، الموافق رجاء على تعديل اللجنة يرفع يده. الموافق على تعديل اللجنة. الموافق على تعديل اللجنة رجاء، في اعتراض صوت لازم. مادة 2. 2 على تشكيل المفوضية. مادة 2 من خلي دابل اسم طول هذا الحضور 58، موافق 45، موافق على المادة الثانية كما تلاها الأخ رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. المادة الأخرى اللي في عليها تعديل، إذا كان في أي مادة في عليها تعديل اللي قدم بشأنها تعديل أو اللجنة ترى تعديله.
اي هذه مالت ال اي التلاوة تكون إيه بس لازم نعدل في أربعة. أربعة هذه تقول هذه ها؟ حذفناها وأفردنا لها بنت بواحد. أوكي. في المادة ثلاثة. تم التعديل على أربع جزئيات، راح أذكر الجزئيات اللي تم التعديل عليها. في البداية أربعة، فقرة أربعة، أربعة نقطة: وضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومصادر التمويل، فاصلة، ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها، فاصلة، وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما يلي. هذا رقم أربعة. التعديل الثاني عشرة: تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه من شبهة جريمة، نقطة. 12 إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمناً الاقتراحات المناسبة لتطويرها، فاصلة، وتقدم نسخة منه إلى رئيس مجلس الأمة ووزير العدل، فاصلة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، نقطة. التعديل الأخير في ذات المادة 13: وضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي وإصدار التصاريح اللازمة لها، نقطة. هذه التعديلات اللي وردت على المادة 3. شكرا للأخ رئيس اللجنة. هل يوافق المجلس التعديلات كما تلاها الأخ رئيس اللجنة؟ موافقة. التعديل التالي. التعديل على المادة 10 الفقرة الأولى. مادة 10 تعديل الفقرة الأولى: تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات بكشوف متضمنة أسماء وبيانات الكويتيين كاملة الذين بلغوا السن القانوني لمباشرة حق الانتخاب، فاصلة، وذلك بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة شاملة، رقم بطاقاتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية، فاصلة، وتقوم الأمانة العامة بقيد أسماء الكويتيين في دوائرهم الانتخابية وفقاً لما هو وارد في الكشوف بعد التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من كل شهر في الجدول الانتخابي، فاصلة، ويراعى في تحديث هذه البيانات أن تشمل ما يأتي. ألف، إضافة أسماء من بلغوا السن القانوني للانتخاب حتى نهاية الشهر السابق، نقطة. باء، إضافة أسماء من أهملوا بغير حق لأي سبب من الأسباب، نقطة. جيم، حذف أسماء المتوفين، نقطة. دال، حذف أسماء من فقدوا الشروط المطلوبة أو من كانت أسماؤهم قد أدرجت بالمخالفة لهذا القانون، نقطة. هاء، أسماء من غيروا عناوين سكنهم، نقطة. على أن يتم نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية خلال يومي 11 و12 من كل شهر، نقطة. اللي يوافق المجلس على المادة 10 كما تلاها الأخ رئيس اللجنة ورئيس الشؤون التشريعية بالتعديلات اللي تلاها، موافقة. الفقرة التالية. التعديل التالي. المادة التالية. أي مادة؟ مادة 16.
المادة 16 الأخ رئيس. مادة 16. المادة 16 الإبقاء على الفقرة الأولى مع تعديل الفقرة الثانية لتكون كالتالي: ويشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية. نقطة. مقدم، إذا في أحد مقدم التعديل تفضل. تفضل دكتورة جنان. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس في تعديل مقدم. التعديل بنصوت بعدين. إي نعم، في تعديل بحذف الفقرة الثانية موجود عند الإخوان. نعم. دقيقة واحدة من فضلك. أرجوك الغانم دقيقة واحدة لتقديم التعديل. شكرا الأخ الرئيس. أيضا أنا تقدمت تعديل مقدم في اللجنة وتعديل قدمته الآن في الجلسة بحذف الفقرة الأخيرة الأخ الرئيس، لأن الالتزام بالدستور وقوانين الدولة والشريعة الإسلامية منصوص عليه أساسا في الدستور الكويتي وفي المادة الثانية، وبالتالي هذا أمر لا خلاف عليه ولا يفترض أن يكون موجود في القانون، لذلك تقدمت بهذا التعديل إلى الأخوة في اللجنة. شكرا الأخ الرئيس. التعديل مقدم وأيضاً رأي اللجنة ظهر تركت النص كما ورد في المداولة الأولى. الموافق على التعديل كما تلا الأخ مزدغان رجاء يرفع يده. الموافق على التعديل. الموافق على التعديل رجاء كما ورد في التقرير. في قراءة أخرى النص؟ في تعديل على النص؟ هم مقدمين تعديل على النص. إيه، لذلك أنا صوت على التعديل حالياً. في تعديل. الموافق على التعديل المقدم من الأخ مرتفق الغانم، وإذا في أي تعديل وكذلك من دكتورة جنان رجاء يرفع إيده. والموافق يعني غير موافق على نص اللجنة كما ورد في الدولة الأولى. رجاء خلينا نصوت بس. الأخ الرئيس. لو سمحت بقرا تعديلهم والاسماء اللي طلبوا هذا التعديل وبعدين نصوت اذا موافق ولا لا. السيد رئيس المجلس المحترم، نتقدم بطلب التعديل على الماده 16 من قانون الانتخاب، وذلك بحذف الفقره الثانيه منهم مع الابقاء على الفقره الاولى دون تعديل. مع الشكر دكتوره جنان محسن رمضان، داوود سليمان معرفي، عبد الوهاب عارف العيسى، مهلهل خالد المضف، دكتور بدر الملا، مرزوق علي الغانم. الموافق على التعديل. الحضور 58، الموافق 9، غير موافق، لم يوافق المجلس على التعديل. هل يوافق المجلس على التعديل على نص المادة كما تعالى الأخ المقرر؟ تعديل لم يوافق عليه. هل يوافق المجلس الموافق على تعديل اللجنة على الاقتراح كما ورد في تقرير اللجنة وكما أقر؟ الموافق رجاء يرفع يده. الموافق يرفع يده. في اعتراض؟ حضور 58، الموافق 55، موافقة على المادة كما تلاها الأخ اليمين، كما تلاها الأخ رئيس اللجنة. التعديل التالي. التعديل التالي.
تفضل الاخ رئيس اللجنه. رجعنا يمكن تدفع التعديلات كلها ثم ناخذ عليه الراي واحد واحد. جميع التعديلات تتلوها؟ التعديلات المقدمه على ولا تعديل التعديل تعديل يتم التصويت عليه؟ كل التعديلات، ثلاث تعديلات تتلوها ثم نعطي كلها بعدين. نعم. اعطي كل التعديلات. لهني. لهني ها؟ لا خشي. بقول اسمه. الاخ الرئيس. هذا تعديل على المادة 17 يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره، واستثناء من أحكام المادة 245 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليها أعلاه، تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار في جرائم المساس المشار إليها التي ارتكبت قبل صدور هذا القانون والجرائم التي صدر أمراً أميرياً بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف 3 سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس مدة تزيد على 3 سنوات وسنتين إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تزيد على ذلك وسنة واحدة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الغرامة. مقدم الطلب مرزوق علي الغانم. ثانية. تعديل أيضا على المادة 17 من قانون الانتخاب. نحن الموقعون أدناه نتقدم بالتعديل التالي على المادة 17 بحيث تصبح كالتالي: يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي ألف جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء، باء جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره. مقدموه: 1 فهد عبد العزيز المسعود، فايز غنام الجمهور، حمد عادل العبيد، جراح خالد الفوزان، مبارك حمود الطشة، محمد هايف المطيري. أيضا الأخ الرئيس اقتراح هذا بتعديل: يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره. مقدم الطلب حمدان سالم العازمي. أيضا الأخ الرئيس في تعديل على المذكرة الإيضاحية على نفس المادة. تعديل على المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بعد قوله: الحق في رد الاعتبار في الحالات الواردة في المادة 17 من المشروع وفي حالة المساس بالذات الإلهية والأنبياء يتعين لرد الاعتبار إعلان توبة الجاني أمام المحكمة شفاهة وكتابة، ويتعهد بعدم العودة إلى عدم ارتكاب هذا الجرم مستقبلا. مقدمو الطلب دكتور عادل الدمخي، حمد عادل العبيد، عبد الله فهاد العنزي، عبد الهادي العجمي، فهد المسعود، جراح الفوزان. تعديلات أخرى؟ إذا في تعديلات سأعطي. هذه كل التعديلات الأخ رئيس. هاي التعديلات. بس. سأعطي من قدم التعديلات دقيقة واحدة لبيانها ثم التصويت على كل تعديل على حالة. تفضل أخ مرزوق الغاني. شكرا الأخ الرئيس. التعديل اللي تقدمت فيه هو إن كان الهدف من هذا القانون هو إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في العملية الانتخابية بما أن هذا القانون ينظمها، ففي ناس لم يشاركوا بسبب قانون المسيء وفي ناس لن يشاركوا بسبب مدة رد الاعتبار. هذا قانون خاص يعالج أيضا مشكلة خاصة تتعلق ببعض المحكوم عليهم في المساس بالذات الأميرية، وأيضا قضية اقتحام المجلس. قضية اقتحام المجلس رد الاعتبار لن ينتهي. إضافة هذه الفقرة تسمح للجميع بالعودة والمشاركة في الانتخابات، لذلك هذا قانون خاص وهذا ينطبق على موضوع المساس وموضوع قضية دخول المجلس وبعض القضايا الأخرى التي صدرت أحكامها أصلا قبل القانون المسيء. فتقدمت في هذا الاقتراح
لإضافة هذه الفقرة إلى القانون. شكرا لأخ الرئيس. شكرا لأخ بيتوك الغامن. موافق على التعديل رجاء يرفع يده. لا أول التعديل هذا بعدين التعديل التالي. الموافق على التعديل اللي مقدم من الأخ بيتوك الغامن رجاء يرفع يده. حضوركم. حضور 60 الموافق 1 عدم موافق. هل يوافق؟ إذن في تعديلات أخرى. تفضل أخ محمد. هاي دقيقة واحدة أيضا أخ محمد. التعديل الثاني من مقدمة. التعديل الثاني رجاء. لا التعديل الثاني من مقدمة بس عشان أعطي الكلمة له. ما التعديل من قدمه بس عشان اعطي الكلمه للمقدمين. فهد المسعود، فايز الجمهور، حمد العبيد، جراح الفوزان، مبارك الطشه، محمد هايف المطيدي. اترك الكلمه للمقدمين. محمد هايف من المقدمين طالب الكلمه. ها؟ نعم؟ ادري محمد هايف بين المقدمين التعديل. نعم طالب الكلمه. اذا ما في احد طالب الكلمه. اذا الموافق على التعديل رجاء يرفع يده. ما في احد طالب الكلمه. الموافق على التعديل تفضل. قلنا من الجمهور تفضل. أخ فايز الجمهور تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أخ فايز الجمهور على التعديل مقدم حاليا دقيقة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم له تعديل أنا والزملاء على المادة 17. عادي أخرس عادة. الأخ الرئيس التعديل على المادة 17. الأخ الرئيس راح الوقت. تقدمنا بتعديل المادة 17 بالفصل بين الذات الإلهية وذات الأنبياء، جعلها جناية وما حطينا فيها رد الاعتبار، والحكومة تقدمت بفتوى وبنت رأيها عليها، والفتوى تلزم التائب بإعلان توبته وبيأخذ حكم قضائي ولم يقدم في التعديل اللجنة. لذلك احنا تقدمنا في تعديل الفصل بين الذات الإلهية وذات الأنبياء، وجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة الذات الأميرية ما لم يرد لي اعتباره. فلا يقبل الشعب الكويتي أن يمثله شخص يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك فايز الجمهور. شكرا لك فايز الجمهور. الموافق على الأخ عادل، دكتور عادل الدمخي. الأخ نائب رئيس وزير الدولة مشروع وزير الدولة مشروع. شكرا للأخ الرئيس. ما تكلم بعدين أحد. شكرا للأخ الرئيس. المتقدمين واحد تكلم رجال عنه. شكرا للأخ الرئيس وشكر موصول الأخ فايز الجمهور. من تقدم إلى هيئة الإفتاء لأخذ الرأي الشرعي هي اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية، وجاءت الفتوى وتقدم عدد من النواب ب ضم هذه الفتوى إلى المذكرة الإيضاحية، والتي يتعين على المعتدي على الذات الإلهية والأنبياء أن يعلن توبته، والحكومة سوف توافق على هذا التعديل. شكرا لأخ الرئيس. شكرا لأخ رئيس الوزراء وزير الدولة شو مسؤول وزير الدولة شو مسؤول ما رجاء خلنا ننتهي. تحدث في الأمر رجاء. أرجوك ما يجوز. قول رأيك مرة واحدة. الموافق لا تعديل جاي بعدين. تعديل آخر جاي بعدين. في تعديل أخ محمد هايف ولا؟ ذكرنا تعديل. نعم؟ أخ محمد هايف. ما عنده تعديل. ما عنده تعديل. إذا ما يجوز. المقدم التعديلات رجاء. رجاء خلينا نلتزم. واحد من المقدمين التعديلات. واحد قد قام الأخ فايز الجمهور تكلم.
قل يوافق المجلس على التعديل كما تلي. يد التعديل إذا أردتم. قل يوافق المجلس على التعديل. الموافق على التعديل رجاء أن يرفع يده. رجاء أنا أرجوك بالتصويت. لا يجوز لا يجوز تدخل في التصويت. رجاء رجاء أنت رجاء أرجوك. الحضور 60 الموافق 15 لم يوافق المجلس على التعديل. هل يوافق المجلس على النص كما في تعديل آخر؟ في تعديلات ثانية؟ في تعديل؟ في تعديل ثالث. تفضل يا التعديل. ما يجوز يا اخي ما يجوز يا اخ فايز ارجوك. نقطة النظام ما تكون بعد التصويت. خلاص انتهى الامر. حط اسمي وياك. اقرا اقرا ابو مادة 17 يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره. مقدمي المقترح التعديل خالد المونس مهند ساير. حطينا نهائي أبات. أسماء مقدمين التعديل على الترتيب الكلمة واحد منهم إذا أراد. حكم بات. إي إي حكم بات. ضفنا بس إنه حكم بات. مقدمين الاقتراح رجاءً. إيش هلا أعيده الأخ رئيس. أعيد بس التعديل الأخير. يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره. أضفنا بس حكم بات. أضفنا حكم بات. هل هذا تعديل أخ رئيس رئيس اللجنة؟ الأخ رئيس اللجنة هذا تعديل؟ هذا تعديل. هذا التعديل قدمناه. قدموا التعديل خالد المونس مهند الساير. لا التعديل مقدم من أي واحد من الإخوان حتى نعطيه. نعم ضفنا حكم بات ما كانت مهند. جت للنص يطلع النص. يطلع النص رجاءً. قولوا هذا مقدم في إضافة بعد. أرجو أن يطلع النص كمان. يطلع نص المادة 17 كمان. يطلع يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره. اللي وافق المجلس على التعديل كما هو مقدم من اللجنة على النص الموجود حاليا. رجاء الموافق يرفع يده. أنا ما عندي تعديلات. الموافق يرفع يده. مساعد هني بعد ها؟ الموافق يرفع يده رجاء. شلون؟ كمل. رجال ما يصير الكلام. أنا ما أعطي الكلام لحد. يحتاج أن يقرأ النص من جديد. يقرأ النص. يتلى النص. الأخ رئيس اللجنة رجاء أن تلاوة النص بعد التعديل حتى نصوت عليه. أين؟ تفضل. يتلى النص. لا 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 مو صحيح. لا هي فقرة واحدة نفس ما كانت موجودة قبل. وين سعود العصفور؟ أخ سعود وين؟ ما طلعت. ما طلعت. تفضل.
ما اعطيت مرور، خليه يخلصون بس. يلا اخوان اللجنه، الاخوان في اللجنه رجاء اذا في اقتراح يجب ان يتم الاقتراح حتى ناخذ الراي فيه. بس رجاءً أخ رئيس اللجنة، رجاءً أرجوكم إذا في اقتراح ثالث سبقاً قدم من بعض الأخوة الأعضاء فيجب أن يتلى أولاً إذا تريدوا حتى نأخذ الرأي فيه، نأخذ رأي عليه إذا في اقتراح. ما في اقتراح خلاص قدم اللي عندك. يبي التصميم. مادة 17 يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية فاصلة ما لم يرد إليه اعتباره. نقطة. مقدمي المقترح خالد المونس مهند الساير. موافق على الاقتراح على المادة 17 كما تلي حاليا. رجاء يرفع يده. حضور 59 موافق 58 موافق على التعديل كما تلي على المادة 17. أي تعديلات أخرى؟ خلاص المادة التالية. في تعديل؟ مادة في تعديل على المذكرة التفسيرية. مادة 17 نجي بعدين. المذكرة التفسيرية في تعديل على المذكرة الإيضاحية فيما يتعلق في المادة 17 رجاء يمكن يتلى. في تعديل على المذكرة الإيضاحية فيما يتعلق بالمادة 17. تعديل مال حمدان. تفضل. لا التعديل حمدان وصوت عليه. التعديل اللي تقدم فيه الاخ حمدان العازمي. اضافه صحابه. اي بعد يعني. هذا تليته قبل شوي، اتلو مره ثانيه. لا بس نخلص اول حمدان العازمي مقدم على نفس الماده تعديل. يحرم من انتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره. هذا آخر طلب تعديل غير المذكرة الإضاحية. تعديل المذكرة الإضاحية. لا صوتنا على المادة 17. تفضل أخ حمدان العازمي. صوتنا على المادة 17. تفضل أخ حمدان العازمي. بسم الله وبه نستعين. الأخ الرئيس أنا ضفت جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء وأيضاً الصحابة.
يا أخوان هذا مو معنى لما نقدم ونضيف الصحابة إن هذا راح يعرق القانون. هذه فرصة لتعديل القانون، وأنا من الآن موافق على القانون حتى لو ما تم التعديل، موافقين على القانون. بس ليش إحنا نطالب الدول الأخرى والدول الغربية بسن تشريعات للمحافظة على المقدسات الإسلامية؟ اليوم بيدنا نرفض، كأننا قابلين اليوم باكر، كأننا موافقة ضمنية أن أي واحد بيترشح أو أي مواطن من حقه أن يسب الصحابة. شلون تقبلون يا أخوان؟ إحنا القانون موافقين عليه، بس ما يصير أن تحسب أن هذه عرقلة، هذه فرصة للإضافة. ليش ما نضيفها؟ واليوم بيدنا القرار. شكرا لك حمدان، شكرا لك حمدان. احنا سويتنا الماده، ما ذلك اقتراح قدم يعني لا يجوز النظر فيه، لان تم التصويت على الماده. اللي سالت اكثر من مره اذا فيهم تعديلات ولا لا، اذا الماده 17 تم الموافقه عليها. رجاء التعديلات الاخرى. شكرا لك حمدان. رجاء الرئيس، هناك تعديل على المذكره الاضاحيه تقدموا فيها. خلي يسمعون النواب عبد الله. تعديل على المذكره الاضاحيه لمشروع القانون بعد قوله الحق في رد الاعتبار في الحالات الوارده في الماده 17 من المشروع، وفي حاله المساس بالذات الالهيه والانبياء يتعين لرد الاعتبار اعلان توبه الجاني امام المحكمه شفاهه وكتابه، ويتعهد بعدم العوده الى عدم ارتكاب هذا الجرم مستقبلا. مقدمو الاقتراح دكتور عادل الدمخي، حمد عادل العبيد، عبد الله فهاد العنزي، عبد الهادي العجمي، فهد المسعود، جراح الفوزان. هذا التعديل على المذكرة الإضاحية. ماشي. اللي وافق مجلس التعديل على المذكرة الإضاحية موافقة. موافقة. هذا حكم جديد راح يكون. اشتراط جديد راح يكون. ما في اعتراض. موافقة على التعديل على المذكرة الإضاحية كما تلاها الأخ رئيس اللجنة. رجاء الحمد لله. موافق على التعديل على المذكرة الإضاحية. موافق. تاني رجاء تاني. تفضل. بالتالي. التعديل التالي. موافق على التعديل على المذكرة الإضاحية المادة 17 سبق أن وافقنا عليها، سبعا تم التصويت عليها. وتمت الموافقة عليك. قدمت بعد التصويت. رجاء ترى سهل تقييد اللجنة، لكن لا يمكن هذا الأمر، لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل. في إجراءات معينة، لكن كل واحد أن يقبل برأي المجلس. شكرا لك حمدان، شكرا. المادة التالية. المادة التالية. المرشح تعديل على المرشح المادة 20. المادة رجاء اخوان، رجاء لا انتهي، لا تذل العملية بنغنضم. المادة تلاها تفصيلا الاخ رئيس اللجنة وتم التصويت عليها. طيب نصوت عليها مرة ثانية. الموافق على التعديل، الموافق على المادة 17 كما تم التصويت عليها في السابق. رجاء يرفع ايده. مادة 17. تبي ارفع الجلسة؟ ما راح ارفع الجلسة. ما راح ارفع الجلسة. ما راح، هذا الأمر مو زين. أي لا أي تعديل، أي تعديل إخوان في اللجنة. رئيس أنا نبهتك. اسمح لي. الإخوان في اللجنة. الأخ رئيس أرجوك، أرجوك بس أرجوك، خلني أفهم، خلني أكلمهم. الإخوان في ما يجوز هذا الكلام. ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز تيجي هنا تتكلم هناك. أنا أتكلم هناك. خلني أوجه كلامي للجنة. أكلم أوجهك. ما يجوز يا حمدان. إذا في تعديل لم خلنا نتكلم بس. إذا في تعديل، أنا قلت أكثر مرة، إذا في تعديل لم يتلى يجب أن يتلى التعديل ويتم التصويت عليه.
أخ رئيس اللجنة، الأخ رئيس اللجنة. خالد مهند. الأخ رئيس اللجنة. الأخ رئيس اللجنة. كل التعديلات المقدمة يجب أن تتلى حتى لو صار التصويت تصويت خطأ. التصويت لأي تعديل الأخ الرئيس مقدم أنا قريت مع التعديلات اللي تقدموا فيها الأخوة النواب. يتلى التعديل إذا في تعديل قريت مقدم. قريت تعديل الأخ حمدان العازمي قريته مع من ضمن التعديلات. بالمرة الأولى قريته. نقرأها مرة ثانية. يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره. مقدم الطلب حمدان سالم العازمي. تعديل مقدم دقيقة واحدة تقديم التعديل إنك ما صوت عليه. تفضل أخ حمدان. الأخ الرئيس إحنا لما نطالب وتقول لنا ما يجوز اقرأ علينا المادة خلنا نسمع يمكن إحنا غلطانين. بس نقول له ما يجوز وخلاص ما هو إحنا ولا عارفين المادة. ما يصير يا الأخ الرئيس. إحنا نقول هذا يفترض على واجب على كل مسلم مو مواطن كويتي. إضافة الصحابة مطلوبة يا أخوان. ما يصير اليوم نشجب إحنا قبل كم يوم نشجب بالسويد. شو الفرق الآن؟ لابد إن يا أخوان هذه لابد أن أخذ هذه فرصة. مو معناه أنا موافق على القانون حتى لو ما قرت. أنا موافق ما هي عرقلة. بس اليوم فرصة ما راح تعوض هذه الفرصة. مو باكر أي حدث خارجي باكر نشرب ونستنكر من نضحك عليه. اليوم سب الصحابة كأننا نقبل أي مواطن يسب الصحابة. وهذا واجب على كل مسلم إنه يرفضه. شلون نقبل أي شخص يسب له شخص ثاني راح قضية ورفع عليه. اليوم واحد يحسب. شكرا. الموافق على التعديل كما تلي من الأخ رئيس اللجنة المقدم من الأخ حمدان العازمي. الحضور 57 الموافق على التعديل 23 التعديل الموافق عليه اللي يوافق المجلس على تعديل كما ورد من اللجنة وكما تلي من اللجنة موافقة. موافقة البند التالي. مين يضحك؟ يعني الحين هذه خلاص ثبتت. خلاص ثبتت. البند التالي. تعديل على المادة 20. تعديل على المادة 20. يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ما يلي: أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. نقطة. اللي يوافق المجلس على التعديل كما ترى الأخ رئيس اللجنة. إذا في تعديل على أي مادة رجاء أن يقدم كتابة. تفضل. أخ الرئيس المادة 17 الموافق عليها
وفقا للتعديلات كما تلاها الاخ رئيس اللجنه. اي صح وليس كما ورد بالتقرير تبع موافق عليها قبل التصويت على الاقتراح المقدم من الاخ حمدان العزبي. البند التالي التعديل التالي اي اول شيء لا اول شيء نتلو مال اللجنه اخ الرئيس تعديل على الماده 20 هذا ما انتهت اليه اللجنه. يشترط في من يرشح نفسه لعضويه مجلس الامه ما ياتي: 1 ان يكون كويتي الجنسيه بصفه اصليه وفقا للمرسوم الاميري رقم 15 لسنه 1959 بقانون الجنسيه الكويتيه والقوانين المعدله له. نقطه. تعديل هذا ما انتهت اليه اللجنه. نعم هذا ما انتهت اليه اللجنه. التعديل اللي انتهت اليه اللجنه في ايضا تعديل مقدم من الاخ داوود معرفي. التعديل واسماء المقدمين حتى يمكن نعطي الكلام لواحد منهم. اتقدم بطلب تعديلات على مشروع القانون في شان انتخابات اعضاء مجلس الامه للماده 20 من الباب الخامس المرشح. اولا ارجاع البند رقم 1 كما تمت الموافقه عليه بالمداوله الاولى. ثانيا تعديل البند 4 استبداله بأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معترف بها بالدولة. ثالثاً إضافة بند جديد 6 وذلك بإضافة النص التالي: أن يكون المرشح قد تجاوزت مدة عضويته بمجلس الأمة أكثر من 8 سنوات متصلة أو منفصلة. ترى مو واضحة أخ سليمان، مو واضحة. يكون المرشح قد تجاوزت مدة عضويته. تفضل اخ داوود، تفضل كل دقيقة واحدة وصوت. يعطيكم العافية. طبعا انا اتكلم عن التعديلات اللي قدمتها. الاول الحكومة تقدمت في بالتصور مالها ان تكون اللجنة تنتهي او المادة رقم 1 او البند رقم 1 الى ان بصفة وفقا للمرسوم الاميري رقم 15-59 بقانون الجنسية الكويتي. الاخوان اضافوا والقوانين المعدلة له. هذه المادة مطاطة ومفتوحة تعطي عدم وضوح باكر حتى اي تعديلات على القانون ممكن يصير. ممكن ندخل حتى الوافدين انهم يترشحون، مع احترامنا لهم. هذا الامر غير مقبول بالنسبة حق البند الأول. البند الثاني نتكلم عن تعديلات الشهادة الجامعية. يجب أن تكون أسوة في الجمعيات التعاونية. اليوم كل الجمعيات التعاونية يعني تطلب جامعي، وانت بمجلس الأمة إلى الآن شكرا لك داود معرفي. شكرا لك داود معرفي. شكرا لك. شكرا لك. من شروط تقديم التعديلات ان تكون التعديلات مساقه وايضا مقروءه. رجاء خلنا نصوت، بس خلنا نصوت. اعطيتك الكلام. اقرا الماده رجاء. التعديل المقدم الاخ داوود معرفي. رجاء خلاص سريع، خلاص سريع. انا اقول لك تفضل. تفضل. ما انتهت اليه اللجنه يا اخ سليمان. واضح داوود عفوا. الماده 20 اشترط في من يرشح نفسه لعضويه مجلس الامه ما ياتي ان يكون كويتي الجنسيه. ايش دخل الوافد؟ اعيدها مره ثانيه: ان يكون كويتي الجنسيه بصفه اصليه وفقا للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. ها؟ بس هذه مادة 40. هي اوكي اوكي خفت يقراها. لا 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 الدستور موجود اصلا.
القانون إذا أشرت إلى أي قانون، بس هذه قضية لازم إذا أشرت إلى أي قانون. اسمح لي بس رجاءً رجاءً هنتكلم تكلم دستورياً. إذا أشرت إلى أي قانون فينسحب بدون النص على ذلك إلى أي تعديل عليه، ينسحب على طول. رجاءً خلاص خرجان أي تعديلات؟ هل يوافق المجلس على التعديل على يوافق؟ نصوت على التعديل كما قد. يا أخوي قريته يا سليمان. ما تنتهي العملية بصياح ترى. إحنا تحكمنا لائحة، قدمت تعديل نصوت على التعديل كما قدمت أنت. كما اقرأ التعديل كما قدم الأخ داود. اقرأ. يقرأ التعديل كما قدم من الأخ داود، كما قدم نصاً ونصوت عليه كما هو. أخ الرئيس داود، نعيد مرة ثانية قراءة المقترح مالك بالكامل. سيد رئيس مجلس الأمة المحترم، أتقدم لحضرتكم بطلب تعديلات على مشروع القانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة للمادة 20 من الباب الخامس المرشح. أولاً إرجاع البند 1 كما تمت الموافقة عليه بالمداولة الأولى. ثانياً تعديل البند 4 استبداله بأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معترف بها بالدولة. ثالثاً إضافة بند جديد 6 وذلك بإضافة النص التالي: 6 أن يكون المرشح قد تجاوزت مدة عضويته، أن لا يكون المرشح قد تجاوزت مدة عضويته بمجلس الأمة أكثر من 8 سنوات منفصلة أو متصلة. نقطة. يوافق المجلس على التعديل مقدم من الأخ داود مارف. الموافق يرفع ايده رجاءً. الموافق يرفع ايده. خلاص هذه مخالفة للدستور. الموافق يرفع ايده على التعديل مقدم من الأخ داود مارف. الموافق على التعديل رجاءً بدون بس أرجوك. أخ أبو عبد العزيز، أخ أبو عبد العزيز، احنا نقدر الأخوة وتعديلاتهم وحسهم الوطني، لكن تبقى احنا ملتزمين بنصوص الدستور، فلا ما لا يجوز نحن نقبل بتعديلات مخالفة للدستور. على تعديله وهذا كله تعديل رجان على تعديل الأخ داود معرف. لا لا أخ الرئيس، في تعديل، في تعديل، في تعديل من اللجنة. المجلس لم يوافق على التعديل المقدم الأخ داود معرف. حضور 52، الموافق 2 على التعديل الوارد باللجنة. باللجنة أخ الرئيس اللي تليناه. تفضل التعديل الحين مرة ثانية رجان يطلع حتى خلنت لي مرة ثانية أحسن. إخواني، مادة 20 يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ما يأتي: 1 أن يكون كويتي الجنسية بالصفة الأصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. 2 أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون. نقطة. 3 أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب. نقطة. 4 أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. نقطة. 5 أن لا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية. نقطة. هذا التعديل اللي وافقت عليه اللجنة. اللي وافق المجلس على التعديل كما تلا الأخ رئيس لجنة شؤون التشريع. الموافق موافقة عامة. الموافق يرفع يده. إذا ما في اعتراض موافقة عامة. ما في اعتراض موافقة عامة. التعديل التالي غير إذا في أحد مو موافق. الأخ داود مو موافق. إذا الموافق يرفع يده على المادة 20. الموافق على المادة 20 رجاءً يرفع يده. موافق على المادة 20 كما جاءت كما تلاها الأخ رئيس اللجنة. الموافق على المادة 20 كما تلاها الأخ رئيس اللجنة رجاءً. لأن في اعتراض، فقط في اعتراض اضطر أصوت.
حضور 52 موافق 46 رفعية موافقة على المادة 20 كما تراها الأخ رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. التعديل التالي أو الفقرة التالية أو البند التالي المادة التالية. الباب السادس إجراءات الانتخابات الاقتراع. تعديل على المادة 29. التعديل يتم تجهيز صناديق الاقتراع فاصلة وطباعة أوراق الانتخاب بالشكل الذي تحدده المفوضية العامة للانتخابات. نقطة. تعديل على هذا النص. مادة 29. نعم. تعديل من اللجنة. نعم. تعديل اللجنة. اللي وافق المجلس على المادة 29 كما تلاها الأخ رئيس اللجنة التعديل مقدم من اللجنة. موافقة. في نفس الباب السادس إجراءات الانتخابات والاقتراع المادة 33 حفظ النظام في مركز الاقتراع منوط برئيس اللجنة فاصلة وله في ذلك طلب قوة الشرطة عند الضرورة فاصلة ولا يجوز لقوة الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة. نقطة. يوافق المجلس على المادة 33 كما تلاها الأخ رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع من رئيس اللجنة المشتركة. موافقة. المادة 34 في نفس الباب يا أخوان. المادة 34 للمرشحين ووكلائهم حق الدخول في قاعة الانتخاب فاصلة ولهم أن يوكلوا في كل مركز اقتراع أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة فاصلة ولممثل أي مرشح حق التواجد في اللجنة أثناء عملية الفرز كاملة فاصلة ولا يجوز إخراجه ما لم يرتكب فعلاً يستدعي ذلك. نقطة. ما نكملها؟ ما نكمل. كله كما هو. كما هو. التعديل بس لين التعديل بس الفقرة. تبي تكملها؟ خلاص تعديل. أكملها لحظة. المادة 34 المادة 34 للمرشحين ووكلائهم حق الدخول في قاعة الانتخاب فاصلة ولهم أن يوكلوا في كل مركز اقتراع أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة فاصلة ولممثل أي مرشح حق التواجد في اللجنة أثناء عملية الفرز كاملة فاصلة ولا يجوز إخراجه ما لم يرتكب فعلا يستدعي ذلك. نقطة. ولا يجوز أن يحضر في مركز الاقتراع غير الناخبين والمرشحين فاصلة ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً ظاهراً أو مخبئاً. نقطة. ويعتبر سلاحاً في حكم هذه المادة بالإضافة إلى الأسلحة النارية الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية. نقطة. الأخ الرئيس رئيس اللجنة تلا المادة 34 مرة أخرى معدلة من قبل اللجنة. اللي يوافق المجلس على تعديل المادة 34 كما تلاها الأخ رئيس اللجنة. موافق. أقرأها أول شيء بعدين. أقرأ أول شيء. على 40 التعديلات دقيقة. عندنا هذا. الثاني اللي عندكم زين هذا يعتبر اجماع اللجنه بس انا قد التعديل قدمته اوكي اول شيء نقرا هذا وبعدين اوكي الاخ الرئيس ما انتهت اليه اللجنه الفرز ماده 40 تقوم اللجان الاصليه والفرعيه باداره عمليات عمليه الانتخاب فاصله وفق الإجراءات المتقدمة فاصلة حتى ختام عملية الانتخاب فاصلة وتحرر كل لجنة محضراً بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين. نقطة. وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة فاصلة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني وعرضها على الحضور فاصلة ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من كل من أصل وصورة
ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، فاصلة، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز، فاصلة، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية، فاصلة، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب المفوضية وخمسة من ممثلي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، فاصلة، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية، نقطة، وللمفوضية الاستعانة بخبراء محاسبين من الإدارة العامة للخبراء، نقطة. اللي وافق المجلس على المادة 40 كما تلاحظ. هناك تعديلات الأخ الرئيس من الأخوة النواب مقدمة على ذات المادة. تعديل على المادة 40 كالتالي: حذف كلمة محاسبين من الفقرة الثالثة ثم تتابع الكلمة كما وردت. مقدمين التعديل: أسامة الشاهين، دكتور حمد المطر، دكتور عبد العزيز الصقعبي، أسامة الزيد، خالد المونس، مهند الساير، دكتور عادل الدمخي، دكتور عبد الكريم الكندري، دكتور عبد الهادي العجمي، عبد الله جاسم المضف، سعود العصفور. وين التعديل؟ أسامة الشاهين دقيقة واحدة، أحد مقدم الاقتراح. التعديل وين؟ الأخ الرئيس، باختصار نحن نحذف مفردة واحدة، هذه مادة فيها مكتسبات شعبية كبيرة وفيها عرض الورقة على الجمهور وفيها حق المفوضية بالاستعانة بخبراء من الإدارة العامة للخبراء، كنا محددينها فقط خبراء محاسبيين، الآن نقترح حذف هذه الكلمة حتى تكون الاستعانة مفتوحة للمفوضية بالإدارة باعتبارهم معاونين للقضاء. شكراً للأخ الرئيس. شكراً للأخ أسامة الشاهين. رأي تعديل آخر؟ أيضاً فيه، نعم، في تعديل. تعديل آخر تناخد. أيضاً تعديل مقدم على المادة 40 فقرة 2: وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، ويجب أن تكون ورقة التصويت عند الفرز على مرأة من جميع المرشحين أو ممثليهم، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة، ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب المفوضية وخمسة من ممثلي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حال عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية. مقدم الطلب مرزوق علي الغانم. تفضل مرزوق علي الغانم، دقيقة واحدة. قديم طيب. شكرا الأخ الرئيس. حقيقة الأخ رئيس اللجنة الأخ خالد، ولما يقرأ المادة كاملة ما ينعرف شنو التعديل. التعديل: ويجب أن تكون ورقة التصويت عند الفرز على مرأة من جميع المرشحين أو ممثليهم. المشاكل اللي حصلت في كل الانتخابات الماضية الأخ الرئيس والشكوك والطعون كلها مبنية على عدم الاطلاع على ورقة الفرز، لذلك ورقة الفرز يجب أن تكون على مرأة من جميع الحضور سواء مرشحين أو ممثليهم. الآن صياغ التعديل اللي قدمه الأخ أسامة الشاهين، إذا كان هذا يفي في الغرض أنا ما عندي مشكلة أسحب التعديل، إن كان لا يفي أنا مصر وأعتقد ضروري جدا أن ورقة التصويت عند الفرز يجب أن تكون على مرأة من الجميع. ما يصير تقول العدد والله وايد أنا ما أقدر أراوي الكل، حط بروجيكتر. فالأخ رئيس اللجنة يوضح هل هذه النقطة غطيتوها ولا. شكرا للأخ مرزوق الغانم. تفضل. تفضل. في المداولة الأولى احنا وافقنا على نص المادة هذه: وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة
تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني وعرضها على الحضور. هذه موجودة بالمادة، يعني بالمداولة الأولى مصوتين، وثبتناها بالمداولة الثانية بالاجتماع. طب هل في تعديلات؟ في تعديلات أخرى؟ تفضل. يسحب الطلب التعديل. إذا عندنا تعديل واحد. عندنا بس من مقدم الرجعات. إذا في تعديلات عشان صوت على التعديلات الجامعة، بعدين صوت على المادة. أخر رئيس تليت أنا التعديل. رأي اللجنة. رأي اللجنة على الاقتراح اللي تلي من الأخ المقدم الأخ سامي الشاهين موافقة؟ أي موافقة اللجنة والأخ الرئيس، بس تأكيدا هي إلغاء كلمة التعديل رجال وموافقة عليه حتى يثبت. تلينا التعديل إحنا أخ الرئيس، تلا الأخ خالد التعديل. اللي وافق المجلس على المادة 40 مع التعديل اللي تلي من الإخوان في اللجنة موافقين عليه أيضا المقدم من الأخ سامي الشاهين بعض الإخوان. موافقة؟ موافقة موافقة. بالتالي الحين 40 بعدين 45 بس تعديل لغوي. إعلان إعلان يقول إعلان النتائج. الباب تقصد؟ مادة 42 أخ الرئيس قدم التعديل أثناء الجلسة، راحت له التعديل سيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة، وبعد عملا بالمادة 103 من اللائحة الداخلية أتقدم بالتعديل على نص مادة 42 بند 2 من المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إقراره بمداولته الأولى، ليكون نصها على النحو التالي: مادة 42 بند 2 الآراء التي تثبت على ورقة غير مختومة والتي سلمت من اللجنة. مقدم التعديل مرزوق علي الغانم. وينها موجودة؟ وينها؟ باب مختومة. أخ الرئيس قدم تعديل، تليت التعديل مال الأخ مرزوق الغانم 42. تفضل. التعديل تليته؟ إيه تليته. الأخ مرزوق الغانم في التعديل أضاف كلمة مختومة. شكرا الأخ الرئيس. الإضافة في هالبند لأخ الرئيس: الأوراق الباطلة محطوط الآراء المعلقة على شرط الآراء التي تثبت على ورقة التي سلمت، العديد من الأمور، ولم تكن هناك الآراء التي تثبت على ورقة غير مختومة. يعني هذا هذا هذه من أخطر الأمور، إذا كان في أوراق غير مختومة يفترض أن تبطل بشكل فوري. فلذلك سؤالي للأخ رئيس اللجنة، الأخ رئيس اللجنة، البند الثاني الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة، هل هناك نص في القانون يلزم اللجنة بختم الورقة أم لا؟ إذا كان في هناك نص يلزم اللجنة بختم الورقة فلا حاجة للتعديل، لكن إن لم يكن هناك نص هذا التعديل في غاية الأهمية. ما يصير ورقة مو مختومة تي تفرز تلقى ما تلقى فيها ختم وما تبطلها. شكرا لأخ الرئيس. شكرا لأخ مزيدوان. وان في اللجنة لغات اللجنة وإي لجنة في التعديل حتى نصوت على التعديل. أي أخ الرئيس، هذا النص كما هو كان موجود أصلاً في المادة 38 الآراء جيم، كانت الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة، هي ذات الآلية اللي كانت متبعة أخ الرئيس، هي ذات الآلية أخ مرزوق. إذا اللجنة توافق على التعديل أخذ الرأي على التعديل في رجاء. موافق على التعديل رجاء يطيب. موافق على التعديل.
زين الحين نروح حق 45 حضور 53 موافق واحد غير موافق على التعديل الماده بشكل نهائي اذا ما يوافق المجلس على الماده كما تلاها الاخ رئيس اللجنه ماده 42 اللي يوافق المجلس على الماده كما تلاها الاخ رئيس اللجنه موافقه انتهى هذا انتهى الامر خلاص صوت انت التعديل اللي ورد في نص المادة 45 وافقت عليه اللجنة بعد المداولة الأولى وهو كان فيها تعديل في الصياغة مادة 45 يعلن رئيس المفوضية العامة للانتخابات أسماء الأعضاء الفائزين بالانتخابات وفقاً لمحاضر نتائج الانتخابات بكافة الدوائر خلال 48 ساعة بعد انتهاء العملية الانتخابية على الأكثر نقطة هذا تعديل اللجنة وردنا تعديل من الدكتور بدر الملة على ذات المادة سيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد تقدم بطلب تعديل المادة 45 في المشروع بقانون بشأن المفوضية العامة للانتخابات ليكون نصها كالتالي يعلن رئيس المفوضية العامة للانتخابات أسماء أعضاء الفائزين بالانتخابات وفقاً لمحاضر نتائج الانتخابات بكافة الدوائر فور انتهاء العملية الانتخابية مقدم الاقتراح دكتور بدر الملا أخ الرئيس اللجنة ترى التعديل اللي ورد في تعديل آخر في تقريرها في تعديلات أخرى من الأخوة الأعضاء أي هذا ثلاثة بس واحد إحنا عدلنا اللجنة بالتقرير والأخ بدر الملا عدل في الجلسة التعديل مقدم من بس بدر الملا دكتور بدر الملا دكتور بدر الملا تفضل دقيقة واحدة احنا متمسكين شكرا لك الرئيس المادة 45 اعطت مساحة 48 ساعة حتى يتم الاعلان عن النتيجة ويفترض ان تعلن النتيجة فور انتهاء العملية الانتخابية ما راح ننتظر الى الغد او بعد الغد حتى يتم الاعلان بالتالي يفترض ان يتم الاعلان عن النتيجة فور انتهاء العملية الانتخابية فهذا اصل التعديل المادة الاصلية او كما جاءت اللجنة هي خلال 48 ساعة وبالتالي ما في اي الزام على المفوضية أن تعلم فور الانتهاء ممكن تنتظر لي باكر لعقب باكر وهذا مو صحيح يا اخي شكرا شكرا لك دكتور بدر من اللجنه موافقه على التعديل اخ الرئيس خليني بس اعلق على التعديل وافقت اللجنه وافقت لا مو موافق بس خلينا نقول ليش مو موافقين اخ الرئيس احنا مو موافقين على التعديل لسبب اخ الرئيس كان هناك تعديلين تعديل اول اللي هو فتره اعلان النتيجه والتعديل الثاني اللي هو الحق للمفوضيه خلال ثلاث ايام اللي هي 72 ساعة انه يعدل النتيجة هذا تم رفضه فبالتالي احنا اليوم قاعد نواجه ان من تغلق الصناديق الى ان تعلن النتيجة هي مسألة مفتوحة احنا قنناها وخليناها خلال 48 ساعة ما في انتخابات يعني ما في اعلان نتيجة بعد انتهاء انتخابات ما تصير تنتهي الانتخابات الساعة 8 تعلن النتيجة الساعة 8 هذا مو منطقي فكانت الفكرة ان لابد انه يكون في تقنين للفترة المتاحة من اغلاق الصناديق الى اعلان النتائج فكانت في الفترات السابقة تختلف من دائرة لدائرة في دائرة 16 ساعة في دائرة 20 ساعة أيا كان احنا قلنا لا تتجاوز 48 وهذا اللي كان متوافق مع مشروع الحكومة لكن المقترح الآخر اللي مال مشروع الحكومة للمفوضية تعدل النتائج هذا أمر غير دستوري لذلك احنا رفضنا شكرا اللي يوافق المجلس هذا التعديل المقدم من الأخ دكتور بدر الملا الموافقة جاي يرفع يده بدر نحتاج الأخ الرئيس نحتاج الموافقة على التعديل في موافق على اثنين موافق اثنين عليه من الحضور حضور كم؟ شنتين 44 موافق اثنين اللي يوافق المجلس على المادة كما تلاها الأخ رئيس اللجنة تعديل اللجنة التعديل كما تلاها الأخ رئيس اللجنة تعديل اللجنة كما تلاها الأخ رئيس اللجنة موافقة المادة التالية تبي تتكلم الباب الثامن جرائم الانتخاب التعديل كان تعديل اللجنة على المادة 51 يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب أو يشرع في ارتكابها فاصلة أو الجرائم التي نما إلى علمه وقوعها خارج القاعة فاصلة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى قوة الشرطة
لاتخاذ الإجراءات القانونية فاصلة كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة فاصلة وتخطر المفوضية في الإجراءات المتخذة بشأنها. نقطة. هذا تعديل اللجنة. اللي وافق المجلس على التعديل كما ترى الأخ رئيس اللجنة على المادة 51 موافقة. 52 مادة التالية. المادة إذا كان في عليها تعديل فقط. أيضا هناك تعديل على المادة 52 في نفس الباب، الباب الثامن جرائم الانتخاب. التعديل على البند 11 كل من خالف القواعد المنظمة للدعاية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون. نقطة. وتم إضافة بند آخر وصار رقمه 13 بند 13 كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي دون الحصول على تصريح من المفوضية العامة للانتخابات فاصلة وكل من أعلن نتائج استطلاع رأي أو استبيان أو قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقة. نقطة. هذه تعديلات اللجنة الأخ رئيس. اللي وافق المجلس المادة 52 كما ترى الأخ رئيس اللجنة تعديلات مقدمة من اللجنة. موافقة. 53. أيضا على المادة 53 هناك تعديل على البند 12 كل من استخدم أموال الجمعيات والنقابات والأندية والمبرات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضراراً به. نقطة. حنا طبعاً أضفنا والنقابات والأندية والمبرات على نفس النص. يوافق المجلس على التعديل كما تعالى المادة 53 كما تعالى الأخ رئيس اللجنة. موافق. الباب التاسع أحكام عامة مادة 56 لا يجوز للوزراء والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء المفوضية وموظفي المفوضية العامة للانتخابات ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم. نقطة. هذا تعديل اللجنة. يوافق المجلس على المادة 56 معدة كما تلاها الأخ رئيس اللجنة. موافقة. لا 57 ما تعدل. ما تعدل 57. إذن الحين 62 إجراء. مادة 62 تلتزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن ترسل إلى المفوضية العامة للانتخابات خلال 20 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون الكشوف المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون فاصلة وتقوم المفوضية خلال 20 يوماً التالية بقيد أسماء الكويتيين في دوائرهم الانتخابية وفقاً لما هو وارد في هذه الكشوف بعد التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية فاصلة وبعد تحديث بياناتهم على النحو الوارد بالمادة المذكورة فاصلة على أن تشمل هذه الكشوف الاسم حسب وروده في شهادة الجنسية ورقم القيد وحالته الانتخابية والدائرة الانتخابية والجدول الذي به موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه نقطة وتنشر جداول الانتخابات في الجريدة الرسمية فاصلة وتلغى أي جداول انتخابية أخرى حررت قبل تاريخ العمل بهذا القانون نقطة. اللي وافق المجلس على المادة 62 معدلة كما تلاها الأخ رئيس اللجنة. موافقة. مادة 64
لا يجوز أثناء الفترة من نشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات إلى حين إعلان نتائج الانتخابات التفصيلية بغير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر ضد أعضاء المفوضية العامة للانتخابات دون إذن من المفوضية. نقطة. مادة 64. اللي وافق المجلس على المادة 64 مادة كما تلاها الأخ رئيس اللجنة موافقة. تعتبر مادة مضافة الأخ الرئيس للتنويه. مادة مضافة. تفضل. مادة 65 ولا 66؟ أخ الرئيس صار في عندنا يعني ترتيب الأرقام بعد ما حطينا المادة هذه تغير، يعني مادة 65 إعادة ترتيب الأرقام، مادة 65 صارت يلغى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. عشان بس الأخوة النواب لا يصير عندهم خربطة بالأرقام، تغيرت الأرقام بعد إضافة مادة على هذا القانون. المادة 65 أكمل. المادة 66 الآن برقمها الجديد، مادة 66 تعد المفوضية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم بناء على عرض وزير العدل خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، فاصلة على أن تتضمن بالإضافة إلى القواعد التنفيذية اللازمة لنصوص القانون الأسس العامة لمباشرة اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات تفصيلاً ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية، فاصلة ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها ومواردها والإنفاق عليها، فاصلة والتزامات وسائل الإعلام المرئي والمسموع، فاصلة وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث فيها، فاصلة والقواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها، فاصلة وقواعد ترسيخ ثقافة المواطنة والديمقراطية. نقطة. ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها في شأن الانتخابات حتى صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فاصلة والقرارات المشار إليها في هذا القانون بشرط ألا تتعارض مع أحكامه. نقطة. شكرا للأخ رئيس اللجنة اللي وافق المجلس على المادة 66 كما تلاها الأخ رئيس اللجنة موافقة. ما في تعديل، إذا انتهت التعديلات المقدمة، بالتالي يكون المجلس قد نظر في كل التعديلات وأبدى رأيه فيها. باب المذكرة التفسيرية. الرقم كان ورد أخ الرئيس في ورد خطأ في المذكرة التفسيرية، كون أن القانون مكون من 66 مادة وهو من 67 مادة، بس نبي التنويه اللي ورد في التعديل اللي قدمناه واعتمدناه في اللجنة الأرقام رقم العنبو عبد العزيز الأرقام خطأ لا الأرقام في الرقم الأرقام قبل التصويت يمكن تقولون الآن على الترتيب يجب أن تسجل ويجب أن ما يمكن تعيينها في المذكرة التفسيرية أخ الرئيس المواد وجاء ذكروها الآن حتى ناخذ موافقة المجلس عليها بس ذكروا من أي مادة بدءا من أي مادة مذكرة تفسيرية ذكر أن 66 مادة وهي 67 مادة خطأ في رقم من 6 إلى 7 لأن تم إضافة مادة وما تعدلت في المذكرة التفسيرية لكل ما تقدم نظرا لخطورة ترك هذه الأمور دون وجود معالجة تشريعية تصحح المسار عد مشروع القانون الذي تضمن 67 مادة مقسمة على 9 أبواب. هذا التعديل الأخر. هذا التعديل في المذكرة الإضاحية. أي نعم. إذا من يوافق المجلس على التعديل المذكرة الإضاحية هي تعديل ترتيب المواد موافقة إذا تصويت على المشروع على اقتراح القانون مشروع القانون كما جاء بتقرير اللجنة الأول كما تمت الموافقة عليه وأيضا كما تمت الموافقة على التعديلات اللي تليت المصوت عليها المجلس ووافق عليها المجلس لهذه الجلسة. تفضل.
تصويت على المداولة الثانية. أحمد حاجي لاري موافق. دكتور أحمد عبد الوهاب العوضي موافق. أحمد فهد الصباح موافق. أحمد نواف الصباح موافق. أسامة زيد الزيد موافق. أسامة عيسى الشاهين موافق. دكتورة أماني سليمان بوغماز موافقة. دكتور بدر حامد الملا موافق. بدر سيار الشمري، بدر سيار الشمري غير موجود. بدر نشمي العنزي، بدر نشمي العنزي موافق. دكتور جاسم محمد الأستاذ موافق. جراح خالد الفوزان موافق. دكتورة جنان محسن رمضان غير موافقة. دكتور حسن عبد الله جوهر موافق. حمد عادل العبيد، حمد عادل العبيد موافق. حمد عبد الرحمن العليان غير موافق. حمد محمد المدلج موافق. دكتور حمد المطر موافق. حمدان سالم العازمي موافق. خالد محمد المؤنس موافق. داود سليمان معرفي غير موافق. سالم عبد الله الصباح موافق. دكتور سعد حمد البراك موافق. سعد علي الرشيدي موافق. سعود عبد العزيز العصفور موافق. شعيب شباب المويزري موافق. شعيب علي شعبان موافق. طلال خالد الصباح موافق. دكتور عادل جاسم الدمخي موافق. عبد الرحمن بداح المطيري موافق. دكتور عبد العزيز طارق الصقعبي موافق. دكتور عبد الكريم عبد الله الكندري موافق. عبد الله تركي الأنبعي موافق. عبد الله جاسم المضف موافق. عبد الله فهاد العنزي موافق. دكتور عبد الهادي ناصر العجمي موافق. عبد الوهاب عارف العيسى موافق. عيسى أحمد الكندري، عيسى أحمد الكندري موافق. فارس سعد العتيبي موافق. فالح عبد الله رقبه موافق. فايز غنام الجمهور، فايز غنام الجمهور غير موجود موافق. فراس سعود الصباح موافق. دكتور فلاح ضاحي الهاجري موافق. فهد عبد العزيز المسعود موافق. فهد علي الشعلة موافق. فهد فلاح بن جامع موافق. ماجد مساعد مطيري موافق. دكتور مبارك حمود الطشة، دكتور مبارك حمود الطشة غير موجود. دكتور مبارك حمود الطشة موافق. مبارك كيف الحجرف موافق. متعب عايد العنزي موافق. دكتور محمد حسين المهان موافق. محمد عثمان العيبان موافق. محمد عوض رقيب موافق. دكتور محمد هادي الحويلة موافق. محمد هايف مطيري، محمد هايف مطيري، محمد هايف مطيري، محمد هايف مطيري موافق. مرزوق علي الغانم موافق. مرزوق فالح الحبيني موافق. مهلهل خالد المضف موافق. مهند طلال الساير موافق. هاني حسين شمس موافق. بدر سيار الشمري موافق. محمد براك مطير موافق. أحمد عبد العزيز السعدون موافق. حضور 62، موافق 59، غير الموافق 3،
موافقة ويحال مشروع القانون كموقف في مدارة الثانية للحكومة، فلا بد الحقيقة في نهاية الموافقة على هذا القانون أن نسجل خالص الشكر والتقدير للأخوة في اللجنة المشتركة، سواء عند تقديم بعد أن قدموا تقريرهم الأول، وأيضا بعد أن قدموا التقرير الثاني اللي تمت مناقشته اليوم وتمت الموافقة عليه. والشكر موصول أيضا في الوقت نفسه للحكومة اللي تقدمت بمشروع القانون اللي تم إقراره، وأيضا لكل الأخوة اللي شاركوا بتقديم التعديلات اللي تم مناقشتها أيضا، وبغض النظر عن الرأي بالموافقة على هذا الموافقة، لكن المساهمة بحد ذاتها هي مساهمة أيضا في جانب مهم جدا يتعلق في انتخابات مجلس الأمة. فشكرا لكم جميعا وشكرا للأخوان في اللجنة. شكرا. تفضل الأخ رئيس اللجنة. شكرا للأخ رئيس. يعني في نهاية هذا القانون لابد من الإشارة والشكر لأخوة وأخوات عملوا معي في هذه اللجنة، اللجنة المشتركة، ونخصهم بالشكر على ما بذلوه من جهد متواصل حتى ساعات الليل المتأخرة. أخص بالذكر إخواني النواب مهند الساير، أسامة الشاهين، دكتورة جنان محسن رمضان، دكتور عبد الكريم الكندري، دكتور عبد العزيز الصقعبي، دكتور مبارك الطشة، جراح الفوزان، دكتور محمد المهان، خالد الطمار، ماجد المطيري، وبدر الشمري، وأيضا الأخوة والأخوات في المكاتب الفنية للجنتي الداخلية والدفاع واللجنة التشريعية، علي يوسف العلي، دكتور عبد الله الحمادة، عمر عبد اللطيف العجيل، سارة العبيدلي، سارة شميس، علي يوسف قاسم، روان الشهابي، هناء الكندري، يوسف محمد العمر. الأخ الرئيس اسمح لي بس حتى نعطي كل ذي حق حقه. شكرا جزيلا للأخوة النواب جميعا. وأيضا يجب الإشارة إلى أخوة نواب سابقين ليسوا معنا اليوم، كان لهم جهد واضح وقاتلوا لإنهاء هذا القانون، قانون المسيء، وأخلصوا في عملهم. اليوم هم معانا، لكن أدبيا وأخلاقيا لازم نذكرهم ونتقدم لهم بالشكر الجزيل على ما بذلوه في السنوات الماضية من جهد لإنهاء هذا القانون. اليوم نقولها بشكل رسمي، انتهت حقبة الإعدام السياسي بإعلان وفاة قانون المسيء. ألف مبروك للأخوة اللي يشملهم هذا القانون، المستفيدين من هذا القانون، ونقولهم إن شاء الله حنا والكويت بحاجة لكم للعودة للعمل السياسي. شكرا للجميع، شكرا للأخ الرئيس، شكرا للحكومة، شكرا للأخوان النواب. شكرا للأخ رئيس اللجنة المشتركة، الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة، شؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة، شؤون مجلس الأمة، تفضل. شكرا للأخ الرئيس. وبفضل التنسيق والتعاون الإيجابي بين الحكومة والمجلس، تم الانتهاء من القوانين الأربعة المتفق عليها بالخارطة التشريعية، ضم ربات البيوت لتأمين عافية والمدن الإسكانية والمحكمة الدستورية، واليوم الأخ الرئيس المفوضية العليا للانتخابات. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة أعضاء اللجنة التنسيقية الحكومية البرلمانية على هذا الجهد المبذول، ونأمل أن يستمر هذا التعاون في الأدوار القادمة تحقيقاً لتطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم، وتأكيداً على ما تفضل به سمو رئيس مجلس الوزراء بأننا شركاء مع المجلس في خدمة المواطن والمواطنين وفقاً لأحكام الدستور. شكراً لأخ الرئيس. شكراً لأخ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة، شؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة، شؤون مجلس الأمة. بند التالي. ثانياً، التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو عبد الوهاب عارف العيسى في القضية رقم 1026 لسنة 2023، حصر إعلام. الأخ مقرر اللجنة، مقرر اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة التشريعية، تفضل. شنو بتصور؟ خلي رئيس اللجنة.
تفضل الأخ رئيس اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نناقش الآن التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مسألة رفع الحصانة عن الأخ عبد الوهاب عارف العيسى، بعد أن تقدم النائب مرزوق الغانم بشكوى وتم إرسال الكتاب رفع الحصانة. الواقعة بتاريخ 20/23/23 نشرت الوسيلة الإعلامية الإلكترونية جريدتكم عبر حسابها ببرنامج التواصل الاجتماعي تويتر مقطعاً للمشكو في حقه يصرح فيه حول حكم المحكمة الدستورية الصادر في 19/23/23 بشأن بطلان مرسوم حل مجلس الأمة لسنة 2020 وعملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة المجرى على إثرها بتاريخ 29/9/2022 وتعقيبه على عودة الشاكي سيد مرزوق على الغانم رئيساً لمجلس الأمة أثراً لحكم المنوه عنه باستعادة مجلس الأمة المنحل سلطته الدستورية بأن قرر، يعني طبعاً كل ما تكون الانتخابات نظيفة نقدر نغلبه، ولما يدخل الأمر ويكون الأمور متعلقة بالقضاء يغلبنا في كل مرة، وهذه ما هي جديدة، وهذا مشهد متكرر وكل مرة يتكرر. دائماً المنافسة الشريفة في الكويت ما تكون نتائجها مستمرة، وإما تبطل أو يعني تنتهي بنتيجة غير أن تعاكس الرغبة الشعبية. طبعاً الاستعجال الوقت أخ الرئيس وإخواني النواب كانت يعني مواعيد رفع دور الانعقاد أو انتهاء دور الانعقاد بالنسبة لنا حساسة، فكان واجب علينا في اللجنة التشريعية استعجال نظر هذا التقرير ومناقشة الأخ نائب عبد الوهاب في مسألة الشكوى المقدمة عليه من 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 زميله مرزوق الغانم. طبعاً يعني باستعجال اللجنة اجتمعنا مع الأخ عبد الوهاب يوم الأحد، أفاد الأخ عبد الوهاب العيسى للجنة أن القضية كيدية، فهي إحدى قضايا الرأي التي لم يقصد بها الإساءة لشخص الشاكي الكريم، ومقدرا له تقديم إقرار بالتنازل عن القضية، ومؤكدا على أنه ليس لديه أي مانع من رفع الحصانة النيابية عنه، والأمر متروك للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لاتخاذ ما تراه مناسبا. نحتاج أعتقد أن احنا نذكر بعض التفاصيل، وإن كانت المادة يعني تلزم اللجنة التشريعية من نظر كيدية الشكوى من عدمها، لكن لابد أن نذكر بعض الحيثيات، حيث أن الأخ مرزوق الغانم بعد أن وصلت للجنة الشؤون التشريعية رفع الحصانة أفاد بأن هناك تنازل، وفعلا قدم التنازل بعد هذا التاريخ للجنة وتم تسليمه لنا بشكل رسمي، لكن لا يمنع أن نقول رأينا كلجنة تشريعية في كيدية الدعوة من عدمها، وهذا كانت وجهة نظر اللجنة التشريعية بإجماعها أخ الرئيس أخوة الأعضاء بأن هذه الشكوى كيدية، لذلك رأت وارتأت اللجنة بأن لا ترفع الحصانة عن الأخ عبد الوهاب العيسى في هذه الدعوة، وهذا رأي اللجنة وهذا تقريرها، والأمر متروك للأخوة النواب. شكرا الأخ رئيس اللجنة، هل يوافق المجلس تثبيت التقرير في المفوضة دون تلاوة؟ اتفاق بالتوزيع؟ عندي مسجلين أرجوك، جايك الدور الأخ حسن جوهر. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للأخ الرئيس. أخ الرئيس زميل عبد الوهاب العيسى أخ عزيز ونائب ومن النواب اللي كانت لهم مواقف سياسية ومبدئية مشرفة وتتناسب مع تطلعات شعب الكويت في المرحلة السابقة، وبالتالي يعني الشكاية في حقه ومحاولة جر النواب ومصادرة حرية الرأي مرة أخرى إلى أتون المحاكم، هذه قضية مرفوضة وعفى عليها الزمن. راح الزمن الأخ الرئيس اللي هذه الملاحقات القانونية تلاحق كل من يبدي رأيه، وخاصة في القضايا الإصلاحية
وأكبر دليل على ذلك الأخ عبد الوهاب أولا يعني مو بحاجة إلى شهادتي ولا شهادة غيري، تكفي شهادة الناخب الكويتي في منطقته الانتخابية، وإحنا نعتز فيه بلا شك يعني كشاب ووجه جديد في هذا المجلس. أنا أتكلم عن جزئية الملاحقة القانونية والقوانين المؤسفة والمسيئة التي صدرت بحق مصادرة الرأي والملاحقة والتهديد بالحبس وإعاقة المجتمع الكويتي عن الحرية اللي جبلنا عليها. أكبر دليل على أن ما قال الأخ عبد الوهاب العيسى كلام في الصميم وكلام يعبر عن وجدان الناس، القانونين اللي تم إقرارهم في هذا الأسبوع، قانون المحكمة الدستورية وقانون المفوضية العامة للانتخابات اللي أقرت قبل دقائق من الآن، هذا أكبر رد على اللي يبون يعيشون زمان الملاحقة وزمان مصادرة الحريات. ولذلك أنا أؤيد ما جاء في تقرير اللجنة التشريعية بأن مثل هذه القضايا الكيدية يجب أمانة علينا، مواقفنا المبدئية تتطلب أن ننتصر للحق أيا كان يمثله، وخاصة إذا كان نائب في هذا المجلس الموقر. فبالتالي شكرا للجنة التشريعية على تقريرها برفض الحصانة عن زميلنا وهو معزز ومكرم وتحفظ له كرامته وحقه في التعبير عن رأيه بما يمثل الأمة الأخ الرئيس. وشكرا. شكرا لك دكتور حسن جوهر. الأخ أسامة الزي. الأخ الرئيس، يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. إحنا لطالما نادينا بالحريات ونرفض قمع الحريات ونرفض هذا الأسلوب الذي اتبع على مدى سنوات بمحاولة وأد الحريات في الكويت ومحاولة قمع أي رأي معارض لرأي متخذي القرار ومن كانوا يسيطرون على القرار في الدولة. اليوم رأي اللجنة التشريعية الذي جاء بالإجماع بكيدية هذه الشكوى، وإن كنا نثمن للأخ مرزوق الغانم أنه تنازل عن القضية وهذا موقف يثمن له، ولكن لابد من الإشارة إلى أننا سنسير بنهج جديد، نهج لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن يحاسب أحد على رأيه. وهذا الكلام يوجه أيضا للأخوان في الحكومة، سمو الرئيس والوزراء، لابد أن نرى منكم نهج جديد، نهج يقبل بالرأي مهما اشتدت قساوته، لأن الأمم والشعوب لا تتطور إلا بحرية الرأي. فإحنا اليوم برضنا لرفع الحصانة عن أخونا النائب عبد الوهاب العيسى لا ننتصر له كونه زميل، بل ننتصر للحريات وننتصر لإرادة الشعب. لذلك الأخ الرئيس، أثني على قرار اللجنة التشريعية وأؤيد ما ذهبت إليه. شكرا الأخ الرئيس. شكرا الأخ حسام الزيد. الأخ مرزق الغانم. شكرا لأخ الرئيس. أخ الرئيس، أنا كان ودي يعني أطلب نقطة نظام أوضح فيها بس التالي حفاظا على وقت المجلس، إن ما في داعي حتى لمناقشة هذا الموضوع. الأخ الزميل، وأشكر الأخ الزميل عبد الوهاب العيسى اللي قال أنا ما عندي مانع من رفع الحصانة وحق التقاضي مكفول للجميع. أنا فور ما علمت بوصول كتاب النائب العام وجهت كتاب كما أشار الأخ رئيس اللجنة، طلب تنازل عن الشكوى، وأرفقت فيه إقرار تنازل عن قضية. في كلام قيل أنا أعتقد بأنه كان في إساءة لي. الدستور، إحنا قسمنا على احترام الدستور، حق التقاضي مكفول للجميع، للناس، لجميع الناس. من يحدد فيه إساءة ما فيه إساءة هو القضاء، فبالتالي هذا الحق يجب أن لا يصادر تحت شعار حماية الحريات. لا، الحرية تنتهي عندما عند حدود الإساءة للآخرين. لكن أنا بالنسبة لي وكونه كزميل لي والرغبة بفتح صفحة طيبة وجديدة مع الجميع، تنازلت عن هذه القضية، وأيضا زودت الأخ الفاضل رئيس اللجنة شهادة لمن يهم الأمر بالتنازل عن الشكوى. يبقى فقط انتظار وصول كتاب من النائب العام يفيد بحفظ هذه القضية بسبب التنازل، وبالتالي أنا مع
عدم رفع الحصانة إن كان يرى المجلس ذلك، لأني أصلاً متنازل عن هذه القضية وليس لها أي أثراً حالياً. لكن أتكلم بصفة عامة، هناك حقوق دستورية مكفولة للجميع لي والغيري. إذا صار في إساءات تجاه أي شخص نائب أو غير نائب، شنو المطلوب منه؟ يأخذ حقه بيده ولا أنه يرد الإساءة بإساءة مثلها؟ هذه أصلاً حتى تخرب أخلاق المجتمع. يفترض على أي إنسان محترم يعتقد بأنه وجهت له إساءة بغض النظر عن تقديره، التقدير يحدد في القضاء، يستطيع أن يتوجه إلى القضاء، ولذلك هناك مادة دستورية واضحة بأن هذا الحق مكفول لجميع الناس. عموماً أشكر الأخ زميل عبد الوهاب العيسى على ما تفضل به من كلام، وأنا ما بيني وبين الأخ أي أمر، وهذه الشهادة سلمتها لك الأخ الرئيس، سلمتها لي الأخوة أعضاء اللجنة، وهذا الطلب قدم فور علمي بوصول كتاب النائب العام، وشكرا على إتاحة الفرصة. شكرا للأخ الأخ فهد بن جامع. شكرا للأخ الرئيس. في دورات سابقة في المجلس تم التعرض لبعض الأشخاص وهم مواطنين عاديين إلى الإساءة في هذه الغاعة، ولم يتم يعني التصدي لهم أو إيقافهم عند حدهم، ولكن بحكم أن حنا الحين نبي نطوي صفحة الماضي ونبدأ صفحة جديدة، أشكر الأخ مرزوق الغانم على تنازله عن هذه القضية في حق الأخ عبد الوهاب العيسى، وأتمنى من الأخوة الأعضاء في مجلس الأمة عدم رفع الحصانة عن الأخ عبد الوهاب العيسى. الأخ عبد الوهاب العيسى رجل نكله كل الاحترام، وأتمنى من الأخوة الزملاء عدم رفع الحصانة عنه. وشكرا للأخ الرئيس. شكرا للأخ فهد بن جامع. الأخوان في اللجنة في آخر متحدثين فهد بن جامع، تفضل الأخوان في اللجنة في عندهم كان تعديل على التغيير. تفضل. شكرا للأخ الرئيس وشكرا للأخوة الزملاء، ونحن أمام وضعية فيها بإذن الله سبحانه وتعالى اتفاق وإجماع، ولكن يجب أن ننوه بأن الحصانة أيضا كما نتكلم عن الحريات الدستورية، فأيضا الحصانة هي مفردة وقيمة دستورية. هنالك أكثر من مادة، مادتين، المادة 110 تكلمت عن الحصانة، المادة 111 تكلمت عن الحصانة، بل أن قانون اللائحة الداخلية قد توسع ولم يجز للنائب أن يتخلى عن الحصانة وينزل عنها، فهي أيضا من مقررات ومعالم الحياة الديمقراطية في بلدنا. توفير الحصانة ليس كنوع من الطبقية أو نوع من التمايز، ولكن نوع من الحماية لممثل هذه الأمة وعدم مؤاخذته عما يقول من آراء، لتمكينه من أداء مهامه التشريعية والرقابية على أكمل وجه. لذلك انتهت اللجنة وبالإجماع على عدم الموافقة على رفع الحصانة للكيدية والانتفاء الخصومة لوجود تنازل، ونحث مجلسكم الموقر على ذلك. شكرا للأخ الرئيس. شكرا للأخ أسامة الشاهين عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الأخ رئيس اللجنة. الأخ رئيس نصوت. تفضل. خلاص. انتهت قائمة المتحدثين، انتهت ملاحظات اللي أبداها الأخ عضو اللجنة الأخ أسامة الشاهين. إذا في نصاب بس. ما في نصاب حتى الآن. رجاء من الأخوة اللي برا بيصوت على طلب على تقرير اللجنة. طلب النيابة برفع الحصانة على الأخ عبد الوهاب العيسى. رأي اللجنة كما ورد بتقريرها عدم الموافقة على طلب النيابة، فلذلك اعتدنا أن نصوت حاليا دائما على تقارير اللجنة. فالموافقة يوافق المجلس على تقرير اللجنة، موافقة في اعتراض على تقرير اللجنة، ما في اعتراض، في موافقة على تقرير اللجنة. إذا موافقة على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة. شكرا للأخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بند التالي. ثالثاً، عرض الحالة المالية للدولة طبقاً لنص المادة 150 من الدستور.
بدون شك المعروض حاليا هو عرض الحالة المالية للدولة، تقوم الحكومة بعرضها لأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة، شو مجلس الوزراء وزير الدولة، شو مجلس الأمة. شكرا لأخ الرئيس. الحكومة ترغب بجلسة سرية لمناقشة عرض الحالة المالية للدولة وفقا للمادة 94 من الدستور. تخلى لقاء، الحكومة طلبت أن تكون لجنة مناقشة الحالة المالية للدولة بجلسة سرية. إذن تخلى القاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تستأنف الجلسة علنية بناء على طلب الحكومة، عقدت الجلسة سرية بموافقة المجلس. وبعد أن اشترك في النقاش دون شك، بعد أن قدم الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية بالوكالة الحالة المالية للدولة، شارك الحقيقة العديد من الأخوة الأعضاء في المناقشة. وبعد ذلك قرر المجلس بعد أن انتهت قائمة المتحدثين، وبعد أن عقب أيضا الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية بالوكالة، قرر المجلس أن تحال الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022-2023 إلى ديوان المحاسبة ليقدم تقرير عنها في خلال 3 أشهر، وبعد ذلك يحال التقرير إلى لجنة الميزانيات والحسابات الختامية. شكرا للأخ نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بالوكالة، شكرا أيضا لكل الأخوان، شكرا للأخوان في لجنة الميزانيات اللي حضروا الجلسة. الآن يا أخوان، في عندنا الوقت انتهى، تمدد لغاية ما ننتهي، لكن عندنا الآن كما وزع كما تم التوقيع اليوم 3 تقارير من لجنة الميزانيات والحساب الختامية عن الميزانيات، وتقرير واحد عن الحسابات الختامية، 4 تقارير. إذا رأى المجلس بأن تناقش هذه بكرة، لكن تدمج كلها مع بعض وتحدد أوقات، تحدد الوقت اللي يرى المجلس. ففي الحالة هذه سيكون التسجيل باكر واحد على 4 تقارير، 3 تقارير للميزانيات وتقرير واحد للحسابات الختامية. فإذا وافق المجلس، إذا يفتح القيد باكر على التقارير 4، سيكون التسجيل واحد.